وهنا خليني اخد معايا على التليفون زميلي العزيز لسه محمود مع التليفون معانا على الهواء. طب ده شيء رائع جدا. زميلي العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العريش، اهلا بك محمود، ويعني عايزك تكلمني على الوضع القائم لديكم وعلى استمرار تدفق المساعدات المصريه لقطاع غزه. أهلا بك يا يوسف وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. خليني الأول أنقل لك كمان يعني ردود الفعل عن الوساطة المصرية القوية التي أدت إلى يعني موافقة حركة حماس على الهدنة والمقترح المصري بوقف إطلاق النار، ويمكن يعني ده مجهود مصري كبير بيدل على قوة الإرادة المصرية وقوة الدور المصري منذ بداية الأزمة، وكمان دور مصر في أنه دائما يعني تتواصل مع القادة وتتواصل مع الأطراف المعنيين حتى لا تتسع دائرة الصراع في المنطقة، وتم الوصول إلى هذا الاتفاق بطبعا الوساطة المصرية وردود الفعل الإيجابية التي قوبلت لهذا هذه الهدنة وهذا المقترح. وكان الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني رحب بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار والجهود المصرية القطرية وأيضا الخارجية الأمريكية اللي أكدت على التواصل مع مصر وقطر وأيضا إسرائيل لبحث الرد حماس على وقف إطلاق النار. وبالتأكيد طبعا يعني ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بيتابع عن كثب كل هذه الجهود والتوصل إلى الهدنة، وكمان دعوة كل الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود حتى يتوقف هذا الوضع المأساوي ويتم استبدال الرهائن والسجناء. فهذا تأكيد على دور مصري القوي، وكمان زي ما أنت قلت يوسف على فكرة رفض التهجير ومخطط التهجير. مصر كانت واضحة منذ البداية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على رفض مخطط التهجير منذ البداية في قمة القاهرة للسلام، في لقائه بالمستشار الألماني في أكتوبر الماضي، في ترأسه لمجلس الأمن القومي، وأيضا خلال لقائه بأمير الكويت. ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى خلال اتصالات هاتفية بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام السابقة ورفضه لمخطط التهجير. خليني كمان أقول لك إن في ردود فعل وانبساط وفرحة لدى يعني الفلسطينيين، سواء كانت في رفح الفلسطينية أو حتى يعني كنا نتابعها أمام مستشفى الأقصى في دير البلح، وكل المناطق دي طبعا فيها فرحة كبيرة جدا بالدور المصري وفرحة كبيرة بالتوصل لوقف إطلاق النار. ويمكن النهاردة احنا كنا بنتكلم كمان مع المواطنين في العريش في شمال سيناء، كانوا بيتكلموا على الجهود المصرية وعلى دعم مصر للقضية الفلسطينية، وأنهم عندهم آمال وإيجابية ناحية التوافق والجهود المصرية للوصول لوقف إطلاق النار، وده اللي تم طبعا من ساعات قليلة. خلينا أكلمك بقى على الدور المصري المستمر، يمكن ده المجهود السياسي، أما المجهود الإنساني والخاص بالمساعدات الإنسانية، معبر رفح لازال يعمل على مدار الساعة في دخول المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين. طبعا لا صحة تماما لإغلاق معبر رفح اليوم، المعبر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وهو يعمل في دخول المساعدات اللي دخلت لمعبر العوجة، بالإضافة طبعا لاستقبال الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى أن مصر ليها دور كمان داخل قطاع غزة بإنشاء المخيمات الإغاثية وأهمها المخيم الإغاثي المصري اللي موجود في خان يونس. ومن أيام قليلة تم دخول مستشفى ميداني مصري دخلت لهذا المخيم بها كل المستلزمات الطبية المختلفة. ده غير أن أمام معبر رفح هناك اصطفاف عدد كبير جدا من الشاحنات تقدر بالالاف امام معبر رفح، وفي ساحه انتظار كمان خارج معبر رفح موجود فيها عدد كبير من الشاحنات، بالاضافه الى مدينه الشيخ زويد، بالاضافه الى مدينه العريش اللي بنتواجد فيها حاليا، كم كبير جدا من الشاحنات فيها مواد غذائيه، فيها مستلزمات طبيه، فيها كمان خيم، فيها دقيق، في كل المستلزمات او المواد الغذائيه اللي بيتطلبها اهالي قطاع غزة، وخاصة المواد الغذائية طبعا، لأن كل التقارير في قطاع غزة بتشير إلى يعني حدوث مجاعة داخل قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الأغذية. فالشاحنات موجودة كتيرة جدا، ومصر لا تدخر جهدا في تجهيز مزيد من المساعدات. خلينا أقولك أن في مساحات وطرق في مدينة العريش امتلأت من جديد بالمساعدات الإنسانية وبالشاحنات، يعني من كثرة الشاحنات ومن كثرة المساعدات اللي بتجهزها مصر تقريبا كل الطرق
وكل الساحات في مدينة العريش امتلأت عن آخرها. مصر لن تتوقف عن إرسال المساعدات الأنسنية للقطاع، وأنت تعلم طبعا ده بالتأكيد يا محمود. أشكرك جدا 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 زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العريش شمال سيناء.